بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة مع قناة مستر إسماعيل حلمي. هنبدأ دلوقتي يا شباب رحلة الوحدة العشرة يونت 10 تو سبيس أند باك، الذهاب والعودة من الفضاء. هنعمل طبعا قبل ما نبدأ القناة، قبل ما نبدأ الشرح، بسرعة إيدك أعزائي اللايك والشير والسبسكرايب عشان القناة تنتشر وتوصل لكل أصحابك ويستفيدوا زي ما أنت بتستفيد. ويلا بينا نشوف رحلة الوحدة العشرة يونت 10. عندي الدرس الاول والثاني، ليسن 1 اند 2. الدرس الاول والثاني نشوف الفوكاب بتاعتنا للكلمات. عندي كلمه سبيس، ستيشن محطه فضائيه، تلسكوب اللي هو التلسكوب، وكلمه جرافيتي الجاذبيه الارضيه، اوربت يدور حول او مسار، وعندي كلمه ريسيرشر معناها باحث او دارس، فلاد خدناها قبل كده معناها يفيض او يغمر بالماء او فيضان، اسمه فعل في نفس الوقت. اما كلمه لينس، عدسه جمعها لينسز عدسات، سولار سيستم نظام شمسي، سبيس كرافت مركبه فضاء، واسترونومر عالم فلكي، وعندي بعد كده كلمه ساتلايت معناها قمر صناعي. بعد كده عندي كلمه تايم لاين تسلسل زمني، وايفنت حدث او مناسبه او هامه، ومارس كوكب المريخ، استرونوت رائد فضاء، ودبي مدينه دبي في الامارات، وعندي كلمه بريبير يعد او يجهز، سوليوشن معناها حل، وجيت معناها طائره نفاثه، ماشين اله، فورس قوه، اتراكت يعني يجذب، وعندي كمان وطبعا خدنا كلمه اتراكتيف قبل كده معنى جذاب، ريتاير يتقاعد يطلع على المعاش يعني عند سن الستين، امريكان امريكي الجنسيه، واورجنايز ينظم، كويز اختبار قصير او مسابقه قصيره، وكومبيتيشن معناها مسابقه، وليكتشر ليكتشر معناها محاضر او محاضره، سبيس معناها الفضاء، وجراديويت معناها تخرج من الجامعه او من معهد، جراديويت جراديويشن التخرج، تيتشنج اسيستنت معناها مدرس مساعد، وعندي كمان فاينلاند سوري فينلاند اللي هي دوله فنلندا فنلاند، وعندي كلمه ايكويبمنت اللي هي معدات، واسلاميك اسلامي، وديسكفر يكتشف، فاميلي بارتي حفله عائليه، وكلمه ديث موت او وفاه. عندي بعد كده كلمة discovery معناها اكتشاف، و publish معناها ينشر، و age عمر او سن، invent يخترع، inventor مخترع، و author كاتب او مؤلف، alive يعني حي على قيد الحياة، planet كوكب، believe يعتقد او يؤمن، round دائري او مستدير، و century قرن من اتعام، و amount يعني كمية الافعال، choose choose chosen يختار، became become become became become يصبح، think thought thought يفكر او يعتقد، sweep swept swept يكنس، hear heard heard يعني يسمع. الديفينيشنز بتاعتنا التعريفات، عندي هنا رقم التعريف رقم واحد بيقول لي هنا astronaut اللي هو رائد الفضاء، a person who travels into space الشخص اللي بيسافر الى الفضاء، اما الاسترونومر اللي هو العالم الفلكي، a person who studies خلي بالك من الفرق بينهم، الشخص اللي بيدرس ده الشخص اللي بيسافر، الشخص اللي بيدرس، the stars and the planets النجوم والكواكب، اما gravity الجاذبيه الارضيه، a force يعني قوه، which attracts التي تجذب things or people تجذب الناس او الاشياء، to the center of the earth الى مركز الارض، اما satellite قمر صناعي، a machine in space هو اله في الفضاء، that goes around the earth يعني بتمشي حول الارض او تدور حول الارض، to send or collect information لكي ترسل او تجمع معلومات، researcher اللي هو الباحث او الدارس، a person who studies something carefully الشخص اللي بيدرس شيء بشكل مهم او بعنايه او بحرص، space station محط مركبه فضائيه او محطه فضاء ليها معنيين، a large spacecraft مركبه فضائيه كبيره، where people live in work and work حيث الناس تعيش وتعمل فيها. اما التعريف الثاني a large satellite هي قمر صناعي كبير، going around the earth يعني يدور حول الارض، where astronauts حيث رواد الفضاء can live يمكنهم ان يعيشوا and work ويعملوا to study space لدراسة الفضاء. اما التلسكوب a piece of equipment قطعة من الآلة او الآلة يعني او معدة use to see تستخدمها لكي ترى things الاشياء that are far away اللي بعيدة جدا اللي بنشوف بها الهلال بتاع
الشهر الميلادي الهجري. اما كلمه لينس عدسه a piece of glass هي قطعه من الزجاج used in cameras تستخدم في الكاميرات or on glasses او في النظارات that can make things يمكنها ان تجعل الاشياء look bigger تبدو اكبر or smaller او اصغر. اما كلمه orbit معناها يدور في مدار to move around a star or planet انه يدور حول نجم او حول كوكب. اما السولار سيستم خدناه قبل كده اللي هو النظام الشمسي او المجموعه الشمسيه all the planets and their moons كل الاقمار كل الكواكب والاقمار بتاعتها which go around the sun التي تدور حول الشمس. عندي بعد كده متلازمات لفظيه give بتيجي مع space specific time يحدد موعد معين كلمه specific يعني معين او محدد وتيكا تاكسي يستقل سياره تاكسي او ياخد تاكسي وكم سكند ياتي في المركز الثاني وكم فيرست ياتي في المركز الاول ميك ا ديسكفري يكتشف وانتر معناها ينضم الى المسابقه انتر ا كومبيتيشن ستارت ا كومبيتيشن يقيم منافسه او مسابقه وهاف ا ويك اند يقضي عطله او يقضي اجازه. عندي بعد كده جنرال نوتس على ريدنج وليسننج. عندي كلمه سبيس يعني الفضاء وده اسم. The scientists managed to build a space station into space يعني العلماء تمكنوا من بناء محطة فضائية في الفضاء يبقى كلمة space معناها الفضاء. أما كلمة space كمعنى ثاني بتيجي بمعنى فراغ أو مكان فاضي أو مسافة عندك في بيتك أو في الشارع. Is there space for my bag on the chair next to you هل يوجد مكان أو فراغ على في الكرسي بتاعي لشنطتي on the chair في العربية على الكرسي next to you يا باسم. طبعا هنا space معناها فراغ أو فضاء. number 2 المثال الثاني leave space to avoid infection اترك مسافة لتجنب الإصابة when you are in class عندما تكون في الفصل طبعا عشان الكورونا أو الأمراض المعدية خلي بينك وبين زميلك إيه مسافة كافية. ونمبر 2 هنا بيقول لي astronaut واسترونومر واسترولوجر هنشوف كده معانيهم. الاسترونوت دوت رائد الفضاء شخص يسافر للفضاء في مهمه. There are four astronauts يوجد اربع رواد فضاء on the spacecraft على المركبه الفضائيه. وهنا بيقول لي astronomer ده عالم فلك شخص يدرس علم الفلك. An astronomer اللي هو عالم الفلكي is the person هو الشخص who studies stars التي يدرس النجوم scientifically بشكل علمي. اما الاسترولوجر اللي هو المنجم. Some astrologers create websites بعض المنجمين بيعملوا بينشئوا مواقع على الانترنت to publish their predictions لكي ينشروا تنبؤاتهم او توقعاتهم. اما السبجكت subject to verb و so that طبعا so that معناها لكي لو جت بتيجي في نص الجملة يا شباب لو جه قبلها so that بتيجي بمعنى لو جه بعدها كانوا مصدر يجي قبلها مضارع جه بعدها كودوا مصدر يجي بعدها ماضي دي معناها لكي. بص المثال كده he studies hard هو بيذاكر بجد so that لكي he can succeed لكي يستطيع ان ينجح. هنا so that جت في النص شايفينها جه بعدها كان ومصدر يبقى قبلها يجي ايه مضارع بسيط او مضارع عامة يعني مش شرط يكون بسيط يعني. اما سوزات لو جه بعدها كود اهي كود اهي يجي قبلها ماضي زي ما احنا شايفين كده اهو. هي ستاديز هارد هو بيذاكر بجد لكي ينجح. هي ستاديد هارد هو ذاكر بجد لكي يستطيع ان ينجح. سوزات هي كود سكسيد لذلك هو استطاع ان ينجح. ده هنا جه ماضي جه قبلها ماضي تمام. نمبر 4 بيقول لي هنا تريب وجيرني ايه الفرق بينهم. تريب رحله قصيره. هاو واز يور تريب to the museum yesterday كيف كانت رحلتك للمتحف امبارح دي رحله قصيره. اما كلمه journey رحله طويله the journey to Luxor will take 5 days الرحله للاقصر سوف تستغرق 5 ايام. اكسرسايز على الدرس الاول والثاني على الفوكاب على الكلمات. our a system includes يشمل يتضمن the sun الشمس and 8 planets وثمان كواكب. rainy system نظام مطير. solar system نظام شمسي هي الإجابة طبعا. وكلاودي سيستم نظام المطر وموديل سيستم مش معانا. نمبر 2 يسترداي داد بوت ا كاميرا امبارح بابا اشترى كاميرا with a very good A
تلسكوب يعني تلسكوب لينس عدسة أوربت يدور وكوميت معناها مذنب. طبعا الإجابة هي كلمة لينس بعدسة جيدة. نمبر 3 جاليليو ستاديد ذا، طبعا ده عالم درس ايه ان اور سولار سيستم في نظامنا الشمسي، درس الديسكفرز الاكتشافات ولينسز العدسات بلانتس الكواكب وتايمز الاوقات، طبعا درس البلانتس الكواكب. عندنا كده نمبر 4 ذا مون ذا ايرث وانس افري 27 دايز، القمر بيعمل ايه مع الارض كل 27 يوم، اوربتس يدور، لاندز يهبط او يرسو، اورجنايزز ينظم، ريتايرز يتقاعد، طبعا اوربتس يدور. 5 عزة لافز ستادينج ذا ستارز، عزة بتحب تدرس النجوم اند بلانتس والكواكب، شي وونتس تو بي، وعايزه تكون ايه، أسترولوجر منجم ولا سولجر جندي ولا أسترونوت رائد فضاء ولا أسترونومر عالم فلكي، طبعا الإجابة هي أسترونومر. ده على كده نمبر 6. نمبر 6 بيقول لي هنا أو نمبر 6 a lot of A orbit the earth، الكثير من الإيه يدور حول الأرض، بلانتس كواكب، ساتلايتس أقمار صناعية، تلسكوبس تلسكوبات، وبروجكتس مشاريع، طبعا هنا أقمار صناعية. نمبر 7 I want to enter an international mass، أنا أود أن أدخل international mass competition، مسابقة الرياضيات الدولية، ريس سباق، ديسكفري معناها اكتشاف، ولينس يعني عدسة. نمبر 9 Let's go on، ونمبر 8 most employees، معظم الموظفين at 60 يعني سن 60، reclaim يستصلح، recall يعيد اتصال، retire يتقاعد، recollect يعيد تجميع، طبعا retire يتقاعد يطلع على المعاش يعني عند سن 60. نمبر 9 let's go on a boat، هيا نذهب في قارب، on the Nile على النيل، for an hour لمدة ساعة، trip رحلة قصيرة، journey رحلة طويلة، flight رحلة جوية بالطيران، project مشروع، يبقى الإجابة trip رحلة قصيرة على النيل لمدة ساعة. نمبر 10 حبيبة مرزوق is dreaming of، بتحلم بي going to the Olympics، الذهاب للأولمبياد. نمبر 11 إيه هو اللي is a person، هو الشخص who travels into space، الذي يسافر إلى الفضاء، writer كاتب، astronaut رائد فضاء، astronomer عالم فلكي، وastrologer اللي هو المنجم، طبعا هناخد astronaut. نمبر 12 a piece of equipment، معدة you use to see things، بتستخدمها لرؤية الأشياء، that are far away اللي بعيدة عنك، دي is called تسمى ايه، التلسكوب ولا الجلاسز النظارة ولا الويل الساقية ولا روبوت معناها او عجلة، والروبوت اللي هو الانسان الآلي، طبعا بنتكلم على التلسكوب يا شباب. نمبر 8 نمبر 13 the space الفضاء is a large spacecraft، هي مركبة فضائية كبيرة، where people حيث الناس live and work بيعملوا ويعيشوا فيها، بيتكلم على روبوت انسان فضائي، تلسكوب يعني تلسكوب، ساتلايت قمر صناعي، وستيشن يعني محطة، طبعا بيتكلم على سبيس ستيشن محطة الفضائية، هي سفينة فضائية كبيرة الناس بتشتغل فيها وتقعد فيها فترات طويلة. نمبر 14 the A is a force، هي قوة، which attracts things، تجذب الأشياء، or people أو الناس، to the center of the earth، إلى مركز الأرض، space الفضاء، gravity الجاذبية، satellite القمر الصناعي، jet الطائرة النفاثة، طبعا بيتكلم على gravity الجاذبية، gravity. طيب كمل. نمبر 15 is a machine، هي آلة، in space في الفضاء، that goes around the earth، وكمان بتدور حول الأرض، plane طيارة، space craft سفينة فضائية، satellite قمر صناعي، وكوميت. Number 15 is a machine، هي آلة، in space that goes around the earth، هي آلة في الفضاء تمشي حول الأرض، طبعا بيتكلم هنا عن space كرافت السفينة الفضائية أو المركبة الفضائية، بلين طيار، ستاية قمر صناعي، كوميت معناها مذنب. 15 is a person، هو شخص who studies something، الشخص اللي بيدرس شيء كيرفول بحرص، البلاير اللاعب، أكتر ممثل، بينتر الرسام، وأما الريسيرش أو الدهان، أما الريسيرش الباحث. الإجابة 17 that
retired at 50. بابا يتقاعد عند سن الخمسين. As he has some health problem. As he has some health problem. عشان هو عنده بعض المشاكل الصحية. That means هذا يعني that he stopped working. إن هو توقف عن العمل at 50 عند سن الخمسين. Living الحياة و reading القراءة و running الجري. 18. In 168 في سنة 1608 the telescope was invented. تم اختراع التلسكوب. That means هذا يعني that it was ان هو حصل في ايه moved انتقل encouraged تم تشجيعه و designed تم تصميمه ولا showed تم عرضه طبعا designed تم تصميمه. 19 نورا helped to organize an important sports event. نورا ساعدت في تنظيم حدث رياضي مهم. The word organize كلمة organize in this sentence في هذه الجملة تعني leave يترك أو يغادر arrange يعني يرتب أو ينظم arrive يصل وchoose يختار طبعا اللي جابها كلمة إيه arrange يعني يرتب. نبدأ نشوف هنا شباب الأنتونيم والسينونيم المترادفات والمتضادات. أما كلمة accurate معناها دقيق بتساوي كلمة correct وبتساوي كلمة exact يعني بالضبط عكسها in accurate يعني غير دقيق inaccurate. عندي بعد كده كلمة correct يعني صحيح عكسها بتساوي كلمة right أو true الاثنين معناهم صح عكسهم incorrect غير صحيح وfalse يعني خاطئ. specific معناها معين أو محدد بتساوي كلمة particular معين أو محدد و certain برضو نفس المعنى. non specific يعني غير محدد أو غير معين. أما كلمة recently حديثا أو مؤخرا بتساوي كلمة lately عكسها كلمة previously أو anciently معناها سابقا أو قديما. عندي كلمة modern حديث أو عصري بتساوي كلمة new أو up to date يعني حديث عكسها old أو ancient يعني قديم. بعد كده عندي كلمة far away بعيد أو نائم في منطقة نائية بتساوي كلمة remote أو distant معناها مسافة أو مكان بعيد. close معناها قريب وعكسها وبتساوي كلمة nearby. خلي بالك كلمة close معناها يغلق أو مغلق وبتساوي وليها معنى تاني معنى قريب لما نقول my close friend صديق المقرب. alive معناها حي بتساوي كلمة living وعكسها كلمة dead ميت. أما هنا كلمة popular معناها شائع أو منتشر بتساوي كلمة common أو well known معروف أو مشهور عكسها unpopular يعني غير شائع أو غير معروف. نشوف كده ال prefix والsuffix. الحرف الإي تكون صفة من الفعل زي live زي live حي تبقى alive يعني حي. أما un بتدين العكس زي unpopular يعني غير محبوب غير معروف. ال I O N بتدين الاسم زي collection يعني كوليكت يجمع وكوليكشن مجموعة. وعندي هنا الاي ان بتديني العكس زي ما احنا متعودين كوريكت صحيح ان كوريكت غير صحيح. ال واي بتديني الصفة من الظرف زي سكسسفول ينجح سكسسفول ناجح سكسسفولي بنجاح. الاي ان بتديني صفة من الاسم زي ايطاليان يعني ايطالي الجنسية. ونحل على الكلام ده. السؤال الأول you can make an adverb يمكنك أن تكون ظرف أو حال from the adjective من الصفة successful ناجح by adding the suffix بإضافة إن هي اللي هو إيه اللي صبع هي successful تبقى هنا عايز adverb سوري adverb اللي هو الظرف successful ناجح successfully يعني بنجاح. number two هنا we add the suffix بنضيف إن هي A to get the noun from the word Italy عشان نحصل على الاسم من كلمة إيطالي هنحط طبعا IN تبقى إيطاليان يعني إيطالي إيطالي إيطاليا إيطاليان إيطالي. number 3 I haven't been to the club recently أنا لم أذهب إلى النادي مؤخرا في المدة القليلة الماضية. the word recently كلمة recently دي can be replaced by the word يمكننا أن نبدلها بكلمة إيه بكلمة lately معناها مؤخرا. number 4 the prefix البديهة A gives the opposite of the word correct تديني عكس كلمة correct يعني صحيح عكسها incorrect يعني غير صحيح. number 5 there is
كافي فار اواي، يوجد مقهى بعيدا عن هنا. The word far away، كلمة بعيدا دي can be replaced with، يمكن استبدلوها بكلمة near، قريب close قريب، و remote بعيد، و nearby برضو قريب. يبقى ناخد كلمة ايه؟ كلمة remote بعيد، يبقى كلمة far away بعيد، وكلمة remote معناها بعيد. Number 6، we collect some money for a specific purpose، نحن جمعنا بعض الفلوس أو فلوس معينة، جمعنا بعض المال لموقف معين أو لشيء معين أو لسبب معين. The synonym of the word specific، مصدر مرادف كلمة معين هو common، مشهور أو شائع، أو general عام، و particular معناها معين برضو، وكلمة distant معناها مسافة أو بعيد. طبعا هناخد كلمة هنا ايه؟ particular معين. نبدأ نشوف الجواب بتاعنا، بيقول لي تذكر، طالما قال لي تذكر يبقى كان ده خدناه قبل كده. المضارع التام خدناه الترم اللي فات، ذا بريزنت بيرفكت تنس، هيفكرني بيه. المضارع التام بيتكون من، بسرعة كده، بيتكون من هاف وهاز والتصريف الثالث. هاف بتاخد معاها اي وي ويو زي واسم جمع، هاز اللي فيها اس زي ما احنا متعودين، هي وشي وات مستر واسم مفرد. المثال اهو، اي هاف فاوند ا بن، انا وجدت قلم، ادي هاف وتصريف ثالث. ماي انكل اند انت، عمي وعمتي، هاف عشان دول جمع، هاف سنت مي ان ايميل، بعتوا لي ايميل. شي هاز ستاديد هارد، هي بتذاكر بجد. شي خدت معاها هاز وتصريف ثالث. في النفي بمنتهى البساطه بنحط نوت بعد هاف وهاز. طبعا هاف، هاف انت تاخد معاها اي ويو وي زي واسم جمع، وهاز انت تاخد معاها هي وشي وات واسم مفرد. وبعدين طبعا التصريف الثالث ده ثابت معانا. وي هافنت او وي هاف نوت، الاثنين صح. وي هاف نوت او وي هافنت فينيشد ستادينج انجلش يت، نحن لم ننتهي من دراسه او من مذاكره الانجليزي حتى الان. اما في السؤال هاف وهاز في اول السؤال معناهم هل، بجاوب عليه بيس ونو اهو. هاف يو ايتن، طبعا عارفين هاف بتاخد ايه وهاز بتاخد ايه، قلناها فوق مش هتاخد منها تاني. Have you eaten Chinese food؟ هل أكلت طعام صيني من قبل؟ من قبل؟ Yes I have or no I haven't. Has she cooked finish yet؟ هل هي انتهت من طبخ الطعام؟ طبعا الإجابة yes she has أو no she hasn't، عادي جدا. في السؤال الكامل هنا عندي أداة استفهام فعل مساعد فاعل فعل، أداة استفهام فعل مساعد فاعل فعل. الفعل المساعد لما يكون هنا have و has، ما هي تصريف ثالث، يبقى أنا في زمن المضارع الثاني. What have you brought؟ ماذا أنت أحضرت؟ أدي هاف وتصريف ثالث. الإجابة I have brought my bag، أنا أحضرت شنطتي حقيبتي. طب where have علي gone؟ أين؟ where has علي gone؟ أين علي ذهب؟ هنا has تصريف ثالث، يبقى أنا مضارع تام. He has gone to Paris، هو ذهب إلى باريس. وإحنا لو تفتكروا قلنا has gone to يعني ذهب ولا زال هناك، و have been to أو has been to ذهب وعاد من هناك. الاستخدام، we use the present perfect to talk about experiences، بنستخدم المضارع التام للتحديث عن خبرات. in the past، حدثت في الماضي. without giving a specific time، بدون إعطاء وقت محدد. هنا بيقول لي my favorite writer، كاتبي المفضل، has written، كتب a new book، كتاب جديد أو ألف كتاب جديد. هنا I have been deaf all my life، يعني أنا أصبت بالصمم في طوال حياتي. يستخدم زمن المضارع التام عند ذكر عدد مرات الفعل أو الكم، وذلك في وجود كلمات زي كلمة two أو three أرقام أهي، أو كلمة many أو كلمة a few أو several معناها الكثير من أو العديد من، وكلمة a lot of معناها الكثير من. كان ده خدناه الترم اللي فات. I have drunk، أنا شربت two cups أو اتنين أهو، رقمين، رقم اتنين، كوبايتين قهوة أو فنجانين قهوة. يستخدم زمن المضارع التام للتعبير عن حدث بدأ في الماضي وما زال مستمرا حتى الآن. I have lived in أسوان since 2007، أنا بعيش في أسوان منذ 2007، يبقى أنا بدأت سنة كام؟ 2007 وما زلت أعيش حتى الآن. يستخدم زمن المضارع التام للتعبير عن حدث في الماضي تم في الماضي وله أثر في الحاضر، لسه له أثر، لسه خلصان قريب وله أثر. My hands are dirty، يدي ليست نظيفة. I have mended my bike، لسه مصلح عجلتي، لسه مصلحها دلوقتي اهو وما غسلتش ايدي، يبقى لها اثر. اما لاحظ ان عند تحديد وقت وقوع الحدث، لو حددت الحدث ده هيحصل حصل امتى في الماضي، هنا بقى ايه؟ بقى ماضي بسيط. تامر has sent me an email، تامر بعت لي ايميل، ده مضارع تاني. He wrote it yesterday، هو كتبه امبارح. طالما حددت وقت حدوث الفعل يبقى انا ماضي بسيط.
اما الكيوردز المفاتيح بتاعتنا احنا عارفينها طبعا خدناها الترم اللي فات جاست اوريدي حالا توا منذ وقت قصير وام اوريدي معناها بالفعل الاثنين دول بيجوا فين دي بتيجي قبل التصريف الثالث ودي بتيجي قبل التصريف الثالث او في نهايه الجمله المثبته اما كلمه نيفر بتيجي في الجمله المنفيه قبل التصريف الثالث معناها ابدا اما ايفر معناها من قبل بتاتي قبل التصريف الثالث بس في السؤال في السؤال فقط اما يت بتيجي في الاخر في الجمله المنفيه او في السؤال اما سينس ياتي بعدها نقطه بدايه الحدث لكن فور بيأتي بعدها المده التي استغرقها الحدث الكلام ده خدناه الترم اللي فات بالتفصيل نيجي بقى لزمن المضارع التام المستمر هو شبهه كده بالظبط يعني شبهه قوي مع اختلاف بسيط جدا المضارع التام المستمر دوت بيتكون من هاف وهاز وكلمه اسمها بين وفعل مضاف له اي ان جي طبعا زي ما اتفقنا ان كلمه مستمر دايما بيكون فيها كلمه ايه لازم يكون فيها تصريف في فعل في اي ان جي اهو I have been reading a new book since June. انا بدات اقرا الكتاب الجديد منذ شهر يونيو يعني بدات ولحد دلوقتي لسه مستمر بدات من امتى من شهر يونيو She has been traveling for a week. هي مسافره بقى لها اسبوع يعني بدات تسافر من اسبوع لكن لسه لحد دلوقتي ما وصلتش بيتكون من ايه يا شباب have او has وبين وفعل مضاف له اي ان جي عندي بعد كده النفي بنحط نقطة بعد هاف وهاز عادي جدا I haven't been working أنا ما كنتش بشتغل Mom hasn't been cleaning the house ماما ما كانتش بتنظف البيت وفي حالة السؤال بهل بنبدأ بهاف وهاز عادي جدا بمعنى هل Have you been visiting England this month هل زرت إنجلترا هذا الشهر Yes I have or no I haven't عادي جدا خالص ما فيهوش أي حاجة شبه الزمن ده أما هنا في السؤال بيكون رقم 2 have وhas ورقم 4 been وing المثال هو How long has he been reading this book كم المدة اللي هو بيقرأ فيها أو بقى له قد بيقرأ الكتاب ده هنا عندي has وbeen وing وده زمن مضارع تام مستمر أما الإجابة he has been reading has وhave وbeen وing he has been reading this book for a week هو بدأ في قراءة الكتاب ده من بقاله ايه؟ بقاله اسبوع الاستخدام جميل برضو جدا قريب جدا من المضارع التام يا شباب الاستخدام هنا اليوزج بيقول لي the present perfect continuous tense is used بيستخدم فيه to talk about something that started in the past للتحدث عن اشياء بدأت في الماضي and is still happening وما زالت تحدث حتى الآن تمام يبقى مثال اهو نور has been dreaming of going into space all her life نور بتحلم اهي has been ing للذهاب للفضاء طوال حياتها يعني بدات ولسه لحد دلوقتي بتحلم بالذهاب للفضاء المثال الثاني اهو I have been waiting for the bus انا منتظر للباص for a long time now من وقت طويل من لغايه دلوقتي يبقى هنا ايه have been ing have been ing تمام طيب عندي بعد كده to talk about actions للتحدث عن احداث that started in the past بدات في الماضي and have present results ولها نتائج في الوقت الحاضر او لها اثر في الوقت الحاضر ادي المثال اهو it has been raining all day المطر بتمطر طول اليوم ايه الدليل عندك اهو so he the garden is very wet لذلك الارض لسه ما زالت ايه مبتلة يعني ده حدث بدأ وله ايه وله اثر نيجي لأهم حاجة بقى الكي ووردز بتاعته اللي هي المفاتيح اللي بتدل على زمن كلمات وتعبيرات زمنية تستخدم مع زمن المضارع التام المستمر يعني لما الاقي الاربعة دول في الجملة اعرف ان انا مضارع تام مستمر يعني هاف وهاز وفعل وهاف وهاز وبين واي ان جي فور لمدة بتيجي مع فور لونج تايم لوقت طويل او لمدة طويلة فور ا فيري لونج من زمن بعيد for the last لمدة آخر كذا أو for بكلمة the past يعني الماضي و since بيجي بعدها السنة منذ سنة 2000 since Monday منذ يوم الاثنين since April منذ إبريل since yesterday من امبارح since 6 o'clock منذ الساعة السادسة أما كلمة all بتيجي بمعنى طوال وبتدل على الاستمرار هدي all morning وكلمة still بالمناسبة كمان معناها مازالة All morning يعني طوال الصباح All evening طوال المساء All day طوال اليوم This يعني هذا This week هذا الأسبوع This month هذا الشهر This year هذا العام السؤال الأول هنا Have you ever طبعا هنا Have you ever وتصريف ثالث ده زي ما مضارع تام Have you ever used a telescope هل استخدمت قبل كده
التلسكوب نمبر 2 وات هاف يو بين او من لاقي هاف وبين يبقى فعلا ضفت اي ان جي وات هاف يو بين دريمينج كنت بتحلم بايه اي ان جي وات هاف يو بين دريمينج اوف سينس يو وير يونج منذ ما كنت صغيرا نمبر 3 اي بي تو ذس ريستورانت الى هذا المطعم بيفور اتس جود از ات جود هل هو جيد قال له yes it is يبقى الإجابة في رقم 3 have been I have هتبقى الإجابة I haven't been I haven't been to haven't been ترجم كده أنا لم أذهب إلى هذا المطعم قبل كده هل هو جيد is it good قال له yes it is أيوة هو كويس Number four, أحمد read أو read طبعا دي يعني يقرأ read قرأة three books this week هذا الأسبوع he loves reading هو بيحب القراءة طبعا رقم أربعة يبقى أحمد has read أحمد قرأ أحمد has read أحمد has read أحمد قرأ أربع كتب هذا الأسبوع he loves reading هو بيحب القراءة number five هبة do her homework for 2 hours مدة ساعتين she hasn't finished yet هي لم تنتهي حتى الآن لسه ما خلصتش لغاية دلوقتي بدل ما ضيعت مستمر يبقى هبة has been doing يعني لسه بتعمل واجبها لغاية دلوقتي number 6 يونس read a new story for an hour قصة لمدة ساعة he still هو ما زال يقرأها اللي هو ما زال بيقرأها طبعا ده مضارع تام مستمر يبقى يونس ايه has been reading يعني لسه بيقرأ لحد دلوقتي number 7 have you waiting for the bus for a long time طبعا هنا ING يبقى عايزين been هل انت منتظر الاتوبيس بقالك فترة طويلة number 8 هيثم has create an app application يعني already بالفعل طبعا هنا has بصيف تاني تبقى created يبقى هو انشأ او عمل او صمم تطبيق بالفعل يبقى created تصريف تالت has بصيف تالت number 9 I have already came to school طبعا ده مضارع تام I have already come انا بالفعل اتيت الى المدرسة number 10 ندى has win already a good medal number يبقى هنا already طبعا بتيجي الاول already وبعد كده win يبقى already win number 11 هنا بيقول لي مستر مسز منى هاز تيتشنج هنا ING وهنا هاز يبقى عايز بين هاز بين تيتشنج انجلش سينس 2001 يعني بدرس انجليزي منذ 2001 نمبر 12 هنا بيقول لي I have been ING have been doing I have been doing this hobby انا بمارس هذه الرياضة since last year من السنة اللي فاتت 13 you look tired باين عليك تعبان شكلك تعبان you look tired what you been doing you been doing ده مضارع تام مستمر يبقى what have you been doing ماذا كنت تفعل number 14 they have been ing طبعا they have been studying هم كانوا بيذاكروا studying او بيدرسوا for 3 hours now من 3 ساعات حتى الان they have been studying يبقى 12 I have been ING و13 you look tired that you look tired that what have you been doing كنت بتعمل ايه ورقم 14 او هنا they have been studying هم بيذاكروا طبعا have و been و ING they have been studying for 3 hours now بيذاكروا بقالهم 3 ساعات لغاية دلوقتي نبدأ نشوف بقى حاجة جديدة علينا خالص ما خدناش قبل كده اسمه زمن الماضي التام The past perfect tense. الماضي التام دوت يا شباب بنستخدمه علشان لو كان في حدثين حدثوا في الماضي عايز اعرف مين اللي حصل فيهم الاول بستخدم الماضي التام في الحدث الاول والماضي البسيط في الحدث اللي حصل بعد كده. تعال شوف التفصيل بتاع الكلام دوت
واحدة واحدة كده. أولا بيتكون من إيه؟ بيتكون من هاد وتصريف تالت، وطبعا هاد ممكن اختصرها أبوستروف دي. He had done his homework before he watched TV. هو عمل واجبه قبل ما يتفرج على التلفزيون. لو لاحظت كده في before في النص اهي، هنا في هاد وتصريف تالت، ده الحدث الأول، واتفرج على التلفزيون بعد كده الحدث التاني. يبقى الماضي التام بيستخدم للتعبير عن ان في حدثين حصلوا في الماضي، عايز احدد مين اللي حصل فيهم قبل التاني. يبقى هو اتفرج الاول، عمل واجبه الاول وبعد كده اتفرج على التلفزيون، عشان بيفهم اللي جاي كله مبني على الكلام ده. They had their lunch after they had studied English. تعال نترجم كده، هم تناولوا الغداء بعد ما ذاكروا انجليزي. يبقى اللي حصل الاول ده الماضي التام، ده الحدث الاول. يبقى ذاكروا انجليزي الاول وبعد كده، ده التصريف الثاني بتاع هاف على فكره، ده الحدث الايه؟ التاني. يبقى الحدث الاول دايما بيكون في زمن الماضي التام، واللي حصل بعد كده بيكون في زمن الماضي البسيط. مش شرط الحدث الاول يجي في الجمله الاولى، ممكن يجي في الجمله الثانيه، بس اعرف كده ان دايما هاد تصريف ثالث، ده اللي حصل، ده اللي حصل الاول، والتصريف الثاني ده اللي حصل بعد كده اللي هو الماضي البسيط. يبقى الماضي التام ده الحدث الاول، والماضي البسيط ده الحدث الايه؟ التاني. لما نحب ننفي هاد بنحط بعدها نوت عادي جدا اهو. I hadn't watched TV، انا لم اشاهد تلفزيون. Before I finished my homework، قبل ما انتهي من واجبي. يبقى ده هنا ايه؟ ماضي تام منفي. هاد في اول السؤال معناها هل، وبجاوب عليها بيس او نو عادي جدا، زيها زي هاف وهاز. Had you finished everything by five، هل انتهيت من كل شيء قبل الخامسة، قبل الساعة الخامسة؟ اللي جاب yes I had أو no I hadn't. طب هنا had she studied، هل هي ذاكرت English well، هل هي ذاكرت إنجليزي بشكل جيد؟ Before her last exam، قبل امتحانها اللي فات. Yes she had أو no she hadn't. السؤال بعد استفهام بيكون رقم اتنين عندي had، ورقم تلاتة رقم أربعة تصريف تالت. يبقى هنا السؤال بيتكون من أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل. أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل. يبقى لما يكون في هنا هاد وهنا تصريف ثالث، يبقى أنا بتكلم في زمن المضارع، زمن الماضي التام. What had they bought، ماذا هم اشتروا؟ Before traveling، قبل السفر. أدي هاد وتصريف ثالث، يبقى أنا ماضي تام. Where had you been before going to the cinema، أين أنت كنت موجود فين قبل ما نذهب إلى السينما؟ نبدأ نشوف بقى اليوزج، الاستخدام. يستخدم زمن الماضي التام للتحدث عن حدثين اهو، تم احدهما قبل حدث اخر في الماضي. يعني في حدثين حصلوا في الاخر، واحد فيهم حصل قبل التاني، يبقى هستخدم الحدث الاول في الماضي التام والحدث الثاني في الماضي البسيط. تمام، ادي المثال اهو. الحدث الاول هو الاقدم في بيكون ماضي تام، والحدث الثاني هو الاحدث بيكون ماضي بسيط. I went to the cinema after I had completed my work. أنا ذهبت إلى السينما بعد ما أكملت عملي. يبقى الهاد والتصريف الثالث ده الحدث الأول اللي هو الماضي التام، أما الماضي البسيط ده الحدث الثاني بيكون إيه؟ ماضي بسيط. نشوف بقى هنا بقى الجرامر أو القواعد اللي بتتكلم على الزمن ده، وركز معايا جدا عشان اللي جاي ده مهم جدا وبيجي في الامتحانات. عندي هنا قاعدة اسمها as after و as soon as. افتر معناها بعد، واس ناز معناها بمجرد ان. الاثنين اولهم بحرف الايه، ركز كده اربطهم ببعض. الاثنين بيبداوا بحرف الايه، الاثنين بيجي بعديهم ماضي تام، والجمله الثانيه ماضي بسيط. ماضي تام ده الحدث الاول، وماضي بسيط ده الحدث الثاني. طب لو جم في النص عادي برضه، بعديهم ماضي تام وقبلهم ماضي بسيط، الحدث الاول وبعد كده الحدث الثاني. يبقى بعد، بعد يعني بعد افتر، ماضي تام والجمله الثانيه ماضي بسيط، واس ناز برضه بعديها ماضي تام والجمله الثانيه ماضي بسيط. وادي المثال اهو. After he had parked his car he went to work. بعد ما ركن عربيته راح الشغل. يبقى اللي حصل الاول او الحدث الاول اهو، ده ماضي تام، ده الحدث الاول، والحدث الثاني ذهب الى الشغل. يبقى رقم واحد ركن عربيته وبعد كده ذهب الى الايه؟ الى العمل. طيب المثال الثاني، he had breakfast as soon as he had washed his face. هو تناول الغداء بتاع الفطاره بمجرد ما ان غسل وجهه. اس وناس في النص اهو، بعديها ايه؟ ماضي تام، هاد تصريف تالت ده الحدث الاول، وهنا هاد تصريف ثاني بتاع هاف ده الحدث الايه؟ الثاني، بدل حصل الاول وبعد كده حصل بعد كده. غسل وشه بعد كده راح تناول الايه؟ الافطار. اما القاعده الثانيه عندي بيفور وباي ذا تايم وين. بيفور وباي ذا تايم اولهم حرف البي، دول معناهم قبل، وين معناها عندما. دول عكس افتر واس سون از. طب افتر واس سون از كان بيجي بعديهم ايه؟ ماضي تام ماضي بسيط. دول ماضي بسيط
ماضي تام عكس بعض، دول عكس افتر واس تو ناز. تمام، الحدث الثاني هيجي الاول وبعد كده الحدث الثاني هيجي بعد بيفور والحدث الاول هيجي في الاخر. طب لو جم في النص بعد بيفور وباي ذا تايم هيجي الحدث الثاني وبعد كده الحدث الاول هيجي في الماضي التام في الجمله الاولى، يبقى بيفور وباي ذا تايم بعديهم ماضي بسيط والجمله الثانيه يا مستر ايه؟ ماضي تام. دول عكس افتر واس تو ناز. تمام، وطبعا وين معاهم؟ المثال اهو بيفور هي ارايفد، بقى قبل ما يوصل، هيز انكل هاد ليفت ذا هاف ليفت تو منصوره، عمه غادر الى المنصوره. ايه اللي حصل الاول؟ اهو ده الاول، هاد وصيف ثالث وبعد كده هو وصل، يبقى اللي حصل ايه؟ عمه راح المنصوره بعد كده هو جه، يبقى قبل ما هو يوصل عمه كان راح الايه؟ كان غادر الى الايه؟ الى المنصوره. ده الحدث الاول وده الحدث الثاني. الحدث الاول ماضي تام والحدث الثاني ماضي بسيط. He had written the letter، هو كتب الخطاب to his uncle لعمه قبل by the time he visited him قبل ما يزوره. يبقى رقم by the time في النص اهي، جه بعديها ايه؟ ماضي بسيط، ده الحدث الثاني، وادي الماضي التام هاد وتصريف ثالث، ده الحدث الاول. يبقى دايما الحدث الاول يا شباب يكون هاد وتصريف ثالث، جه في الاول جه في الاخر هو الحدث الاول. وكلمة باي ذا تايم وبيفور بيجي بعديهم ماضي بسيط والجملة الثانية ماضي تام. يبقى هو كتب الجواب الأول، he had written the letter to his uncle، كتب الجواب لعمه الأول وبعد كده هو زاره، يبقى قبل ما هو يزوره هو كتب له الإيه؟ الجواب. وين بقى برضه إيه؟ عندما when we arrived at the station، عندما وصلنا إلى المحطة، the train had left، القطار غادر. يبقى اللي حصل الأول القطار مشي وبعد كده إحنا جينا، يبقى هنا ده اللي حصل الاول، ذا ترين هاد ليفت وبعد كده احنا ارايفد وصلنا. يبقى عندما وصلنا المحطه كان القطار ايه؟ كان القطار خلاص مشي. يبقى الماضي التام الحدث الاول، الماضي البسيط ده الحدث الثاني، وين بيجي بعدها؟ ماضي بسيط ماضي تام زي باي ذا تايم وزي بيفور بالظبط. طيب بعد كده عندي بقيه الدرس بتاعنا، بيقول لي هنا لاحظ انه في حاله عدم وجود بيفور بعد فاعل بعد افتر بيفور، دي خدناها الترم اللي فات خلي بالك، في حاله عدم وجود فاعل بعد افتر وبيفور هنحط بعديهم ايه؟ هنحط بعديهم فعل مضاف له اي ان جي. اهو افتر باركينج، يعني ايه فاعل يا شباب؟ يعني ايه كلمه فاعل دي؟ يعني اي وهي وشي وات ويو وي وزي واسم مفرد واسم جمع. يبقى افتر واس ون از، سوري افتر واس ون از طبعا، وبيفور والكلام ده كله لو ما جاش بعديهم فاعل يجي بعدهم فعل مضاف له ايه؟ اي ان جي. اهو يبقى بعد ركن سيارته، بعد توقيف سيارته، هي ونت تو ورك. طبعا هنا افتر بيجي بعدها ماضي تام، طب جه بعدها ما جاش بعدها فاعل، بيجي بعدها اي ان جي، والجمله الثانيه زي ما هي ماضي بسيط. نفس الكلام مع بيفور اهو، بيفور واتشنج تي في، قبل مشاهده التلفزيون ما جاش بعد بيفور حاجه، جه فعل بعدها اي ان جي اهو. ما جاش بعد بيفور اي ويو وي وزي وهي وشي وات، يجي فعل مضاف له ان جي. يبقى قبل مشاهده التلفزيون بيفور بيجي بعدها ماضي بسيط، طب ما جاش ماضي بسيط، هتبقى الجمله الثانيه ايه؟ زي ما هي مش هلعب فيها، ماضي تام اهي. يبقى قبل مشاهده التلفزيون الجمله الثانيه ماضي تام، هي هاد ستاديد هيز ليسنز، هو ذاكر دروسه. طيب عندي بعد كده قاعدة اسمها until وتل. until وتل معناهم حتى، دول زي افتر واس ون از. يعني ايه يا مستر زي افتر واس ون از؟ يعني بيجي بعديهم ماضي تام الحدث الاول، بس قبلهم ماضي بسيط ايه؟ غالبا بيكون منفي، ماضي بسيط منفي. يبقى تل وانتل بعديهم ماضي تام زي افتر واس ون از بالظبط، وقبلهم ماضي بسيط منفي، didn't هو مصدر او wasn't وتصريف ثالث لو كان باسيف. المثال اهو، he didn't watch TV until he had done his homework. ترجم، هو لم يشاهد التلفزيون حتى had done his homework، حتى انتهى من واجبه. يبقى هنا until جه بعدها ايه؟ had تصريف ثالث وقبلها ماضي بسيط منفي. the car wasn't sold، السياره لم تباع. till he had repaired it، حتى هو اصلحها، صلحها يعني. تلجي بعدها ايه؟ هاد تصريف ثالث وقبلها ايه؟ ماضي بسيط منفي، بس ده باسف مش مشكله. wasn't sold، لم تباع، ده ماضي بسيط في الباسف بس منفي. ساره wasn't happy، ساره ما كانتش مبسوطه. until her mother had come، حتى اتت امها، يبقى امها جت الاول وبعد كده هي بقت مبسوطه. يبقى ساره هي until her aunt her mother had come، ده ماضي تام ده الحدث الاول،
وده الحدث الايه الثاني. ساره واز انتهابي، ساره ما كانتش مبسوطه ليه؟ عشان مامتها مش موجوده، حتى اتت امها، عندما جاءت امها اصبحت هي مبسوطه. المهم ان تيل وانتيل بيجي بعدين يا شباب، ماضي بسيط، ماضي تام، ماضي تام، ماضي تام، يعني هاد بصريف ثالث. والجمله الثانيه ماضي بسيط منفي، ماضي بسيط منفي، ممكن ينفى didn't to مصدر او wasn't to تصريف ثالث او wasn't to صفه، wasn't تصريف ثالث وصفه. تمام؟ ادخل لي بقى على كلمه بيكوز. بيكوز برضو زيها زي تيل وانتل. يعني ايه يا مستر؟ يعني بتيجي بعدها برضو ماضي تام بس سبب طبعا، وقبلها بيجي نتيجه. احنا عارفين طبعا بيكوز من زمان، هي وكلمه از، از معناها لان، وبيكوز معناها لان، الاثنين دول بيساوي بعض في المعنى. بيكوز واز بيجي بعديهم ماضي تام يعني هي تصريف ثالث، وقبلهم ماضي بسيط للحدث الثاني. علي واز تايرد، علي كان، اهو ده ماضي بسيط اهو، علي كان متعبا لانه بيكوز هي هاد، وتصريف ثالث اهو بيكوز هي هاد وركد هارد، لانه عمل بجد. يبقى اللي حصل الاول ان هو اشتغل بجد، لذلك هو بقى اصبح ايه؟ اصبح متعب. يبقى بيكوز بيجي بعديها ايه؟ هاد وتصريف ثالث، والجمله الثانيه ماضي بسيط. الحدث الاول هاد وتصريف ثالث، الحدث الثاني ماضي بسيط. ناديا سكسيدد از شي هاد ستاديد هارد، ناديا نجحت لانها ذاكرت بجد. يبقى دي از في النص اهي، جه بعديها ايه؟ هاد وتصريف ثالث، ده الحدث الاول. والجمله الثانيه هتبقى ماضي بسيط، ده الحدث الثاني. اللي عملته الاول ذاكرت بجد، وبعد كده ايه؟ نجحت اهو، ناديا نجحت لانها ذاكرت بايه؟ بجد. يبقى اللي حصل الاول انها ذاكرت بجد، وبعد كده اكيد نتيجه كده انها نجحت. بعد كده عندي سو وذاتس واي، الاثنين دول بيجي بعديهم، دول عكس طبعا، عكس بيكوز واز، بيجي بعديهم ماضي بسيط، وبقى والجمله الثانيه ماضي تام. يبقى سو وذاتس واي بعديهم ماضي بسيط الحدث الثاني، وقبلهم ماضي تام زيهم زي بيفور وزي باي ذا تايم وزي وين. علي هاد وركد هارد، علي عمل بجد. سو لذلك هي واز تايرد، لذلك هو كان متعبا. يبقى سو جه بعديها ايه؟ ماضي بسيط اهي، واز ده الحدث الثاني. تمام؟ اما هاد وركد الحدث الاول، ده الماضي التام. يبقى علي عمل بجد، ده اللي حصل الاول، وبعد كده نتيجه كده اللي حصل له هو اصبح او كان متعبا. ناديا هاد ستاديد هارد، ناديا عملت بجد، ذاتس واي لذلك شي سكسيدد، هي نجحت. يبقى اللي حصل الاول انها عملت بجد الحدث الاول، والحدث الثاني انها نتيجه كده انها عملت ايه؟ نجحت. يبقى ذاتس واي بيجي بعدها النتيجه في الماضي البسيط، وقبلها السبب في الزمن الماضي التام. دي ناديه اشتغلت بجد، نتيجه كده اللي حصل هي نجحت. يبقى اللي حصل الاول انها عملت بجد، وبعد كده ايه؟ نجحت. اخر حاجه عندنا بيقول لي هنا The past perfect is used to describe an action. الماضي التام يستخدم لوصف حدث that happened before specific time. حدث من قبل في الماضي، و in the past في وقت محدد في الماضي. يبقى الماضي التام يستخدم ليصف حدث تم في الماضي في قبل وقت محدد في الماضي، قبل ما يحصل حاجة معينة يعني. يبقى هنا باي بيجي بعديها وقت محدد، والجمله الثانيه ايه؟ ماضي تام. كلمه باي وكلمه بيفور بيجي بعديها وقت محدد او زمن محدد في الماضي، وبعدها هاد وتصريف ثالث، الحدث الثاني، سوري الحدث الاول. بيفور ذا بيجينينج اوف ذا 17th century، قبل بدايه القرن السابع عشر، اهو قبل بدايه حدث معين، قبل بدايه وقت معين، قبل بدايه القرن السابع عشر، استرونومرز اللي هم علماء الفلك had only studied درسوا فقط الفضاء with their own eyes بعينيهم فقط من غير تلسكوبات يعني. ودي had وتصريف ثالث، ده الحدث الاول جه بعد كلمه before في الجمله الثانيه. by 2001 بحلول او قبل سنه 2001 my uncle had built his house، عمي بنى بيته. ادي كلمه by الجمله الثانيه had وتصريف ثالث. before my last birthday، قبل عيد ميلادي اللي فات، الجمله الثانيه هاد تصريف ثالث. I had bought a bike، اشتريت عجله جديده. يبقى انا اشتريت عجله جديده الاول قبل عيد ميلادي اللي ايه؟ اللي فات. by my last birthday، قبل اخر عيد ميلاد عندي او قبل عيد ميلادي اللي فات. I had bought a bike، اشتريت دراجه. نحل على الكلام ده. السؤال الاول يا شباب هنا بيقول لي how many people walked on the moon، مشوا على القمر by the end of the
20th century هنا كلمة باي جت في النص يبقى يجي قبلها هاد وتصريف ثالث يبقى هاد ووكد مشوا. كم عدد الناس اللي مشوا على الأرض قبل نهاية القرن العشرون؟ عندي بعد كده I didn't send the report، أنا لم أرسل التقرير until بيجي بعدها إيه؟ ماضي تام وقبلها ماضي بسيط منفي أهو، يبقى بعدها يبقى had revised had وتصريف ثالث. تعال نترجم بقى كده، أنا لم أرسل التقرير حتى راجعته، كلمة revise يعني يراجع. Number 3 I hadn't been، أدي had وتصريف ثالث، يبقى الجملة الثانية طبعا ماضي بسيط. I hadn't been to Kareem's house، أنا لم أذهب إلى منزل كريم since he painted منذ أن دهن منزله يلو، يبقى هنا كلمة painted دهن. هي القصة كلها يا شباب لو في جملة ماضي تام هتبقى الجملة الثانية ماضي بسيط، لو هي جملة ماضي بسيط هتبقى الجملة الثانية ماضي تام. Number 3 ونمبر 4 فاطمة نقط never heard سمعت Italian before، ادي كلمه before اهي جه بعدها ايه ماضي بسيط، يبقى قبلها had وتصريف ثالث، يبقى فاطمه has never heard، يبقى had never heard Italian، فاطمه لم تسمع ايطالي قبل ما تذهب الى روما، قبل ما تروح روما ما كانتش سمعت ايطالي قبل كده. نمبر 5 عندي هنا نمبر 5 بيقول لي هنا we a taxi to the beach الى الشاطئ because بيجي بعدها ايه because يا شباب ماضي تام، يبقى قبلها ايه ماضي بسيط، يبقى لان because the bus had already left ان القطار لان الاتوبيس بالفعل غادر، يبقى we هتبقى because بيجي بعدها ماضي تام قبلها ماضي بسيط we took. ترجم كده we took a taxi استقلينا التاكسي to the beach الى الشاطئ لان he the bus had already left ان الاتوبيس بالفعل غادر. نمبر 6 after بيجي بعديها ايه ماضي تام يا مستر had تصريف ثالث. After ندى had cooked the food here visitors arrived اهي ماضي بسيط اهي، يبقى بعد after ماضي تام والجمله الثانيه ماضي بسيط يبقى had وتصريف ثالث had cooked. بعد ما ندى طبخت طعامها زوارها جم. نمبر 7 before بيجي بعديها ايه ماضي بسيط before to the radio الى الراديو علي had done his homework، وادي الجمله الثانيه اهي هاد وتصريف ثالث علي عمل واجبه بس فيها تريك صغننه بيفور مفيش بعدها فاعل ما جاش بعديها ولا اي ولا يو ولا وي ولا ذي ولا هي ولا شي ولا ات ولا اسم مفرد ولا اسم جمع، اذا الفعل اللي هيجي بعدها يكون ايه مضاف له اي ان جي يبقى listening listening. ترجم كده قبل الاستماع الى الراديو علي had done his homework علي عمل واجبه، يبقى عمل واجبه الاول وبعد كده استمع للراديو. رقم 8 after علا had studied her lessons after جه بعديها ايه had تصريف ثالث هتبقى الجمله الثانيه ايه ماضي بسيط يعني فعل التصريف الثاني. بعد ما علا ذاكرت دروسها she went out هي خرجت. نمبر 9 the boy ran away as soon as he seeing the dog طبعا هنا as soon as هي في النص اهي جه بعد جه قبلها ايه ماضي بسيط فعل التصريف الثاني يبقى بعدها يا مستر had وتصريف ثالث يبقى had seen. تصريفات الافعال التصريف الثالث مهم جدا جدول الافعال مهم جدا نحفظه. the boy ran away الولد جري هرب بمجرد ان راى الكلب يبقى شاف الكلب الاول وبعد كده ايه هرب. when ايمن arrived ادي when جه بعدها ايه ماضي بسيط فعل التصريف الثاني هيبقى بعدها ايه ماضي تام هاد وتصريف ثالث اهو. عندما ايمن وصل المحطه the train had left القطار هاد وتصريف ثالث had left يبقى الاول القطار مشي وبعد كده هو وصل. بعد ما ايمن عندما ايمن وصل المحطه القطار كان ايه كان مشي يبقى هو جه ما لقاهوش على المحطه. نمبر 11 بيفور هي بيفور بيجي بعدها ايه ماضي بسيط يا مستر يعني فعل في التصريف الثاني. بص الجمله الثانيه ايه هاد تصريف ثالث اهو هاد وتصريف ثالث يبقى انا عايز هنا فعل في التصريف الثاني. قبل ما اقرا حاجه خالص اهو نقرا كده بيفور هي تو سكول قبل ما هو يذهب للمدرسه هي هاد باكد هيز باج هو جهز شنطته يبقى بعد بيفور بيجي ايه بيجي تصريف ثاني يبقى الحل went. before he went to school قبل ما يذهب للمدرسه
He had bagged his bag. هو جهز شنطته. Number 12. We don't decide to have lunch. ما قررناش نتناول الغداء until حتى he had visited the museum. حتى هو زار المتحف. Until بيجي بعديها ايه؟ ماضي تام. وقبلها ايه؟ ماضي بسيط منفي. يبقى عايز didn't to مصدر. ادي المصدر اهو. يبقى انا عايز اعمل هنا ايه؟ احط didn't. ده ماضي بسيط منفي. We didn't decide to have lunch. نحن لم نقرر ان نتناول الغداء حتى we had visited the museum. حتى زرنا المتحف. Number 13. Had he وتصريف ثالث ده ماضي تام. Had he left for our tickets before he went to the show. هل هو التصريف الثالث بتاع leave هتبقى left. هتبقى had he left. هل هو ترك تذاكرنا قبل ما يذهب الى العرض؟ 14. She had succeeded. هاد تصريف ثالث اهو. هي نجحت. Last week الاسبوع اللي فات. So بيجي قبلها ايه؟ ماضي تام يا مستر. وبعدها ايه؟ ماضي بسيط. هي نجحت. Last week. لذلك هي was happy. هي كانت ايه؟ مبسوطة. طبعا بي دي المقصود بها ايه؟ was او were في الماضي. Number 15. By the time زي before. بيجي بعديها يا مستر. ماضي بسيط. والجملة الثانية هاد تصريف ثالث. ماضي تام. الحدث الأول. قبل ما هو يذهب للسرير. He had watched the film. هو اتفرج على التلفزيون. اتفرج على فيلم. يبقى هنحط هنا ايه؟ هنحط هنا went. تصريف ثاني. رقم 16. The river is very dry. جاف جدا. Because بيجي بعديها ايه؟ هاد تصريف ثالث. يبقى قبلها بيجي ايه؟ ماضي بسيط. Because it hadn't rained for weeks. يبقى النهر كان ماضي بسيط اهو. فعل التصريف الثاني بتاع الماضي بتاع is هو was. النهر كان جاف جدا لان it hadn't rained. لانها لم تمطر لمدة اسابيع. 17. لينا knew the best room in the hotel. لينا عرفت. ده ماضي بسيط. تصريف ثاني. ده الحدث الثاني. لينا عرفت افضل غرفة في الفندق لان هي had been. had تصريف ثالث. التصريف الثالث بتاع بي هو been. لانها had been there before. راحت هناك قبل كده. Number 18. Scientists العلماء did a lot of research. عملوا ابحاث كتيرة before. بيجي بعدها ايه؟ ماضي بسيط اهو. Before the first person walked. ماضي بسيط. On the moon in 1969. يعني العلماء عملوا أبحاث كتيرة قبل ما أول شخص يمشي على القمر. يبقى عملوا الأول أبحاث كتيرة. يبقى أنا عايز had وتصريف ثالث. يبقى أنا عايز هنا had وdone. had done. طب ليه يا مستر؟ عشان هنا before بيجي بعديها إيه؟ ماضي بسيط. يبقى قبلها إيه؟ ماضي تام. يعني هاد تصريف ثالث. احفظ القاعده هتحل بمنتهى البساطه. نمبر 19. افتر بيجي بعدها ماضي تام. افتر ذا مون فاروق الباز ستارتد ستادينج ديزرتس اون ذا ايرث. فاروق الباز بدا في دراسه الصحراء على الارض. طبعا هنا عندي الجمله الثانيه يا شباب ايه؟ ماضي بسيط. افتر يجي بعدها ايه؟ ماضي تام. لا 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 خلي بالك فيها تركه. افتر مفيش بعدها فاعل. يعني ايه مفيش بعدها فاعل؟ يعني مفيش بعديها ولا اي ولا هي ولا شي ولا ات ولا يو ولا وي ولا ذي ولا فعل ولا اسم مفرد ولا اسم جمع. يبقى هنعمل ايه في كلمه استادت دي؟ هنضيف لها اي ان جي. يبقى نرجعها لمصدرها الاول تبقى ستادي وبعد كده نحط لها ايه؟ اي ان جي. يبقى ستادينج. بعد دراسه القمر فاروق الباز بدا دراسه الصحراء على الارض على الكره الارضيه. جنرال اكسرسايز على الدرس الاول والثاني. تدريبات عامه على الدرس الاول والثاني. تعال نشوف كده الديالوج بتاعنا بيتكلم عن ايه. هنا السؤال الاول فينيش ذا فولوينج دايلوج. بيقول لي مازن هاز جوت لوست ان بورسعيد. مازن تاه او ضل الطريق في بورسعيد. اند هي اسكس ا تاكسي درايفر. وبيسال سائق تاكسي تو هيلب هيم عشان يساعده تو ريتش لكي يصل الى تو ريتش ذا سان هوتيل لفندق الشمس. فندق اسمه سان هوتيل يعني. فمازن بيقول لسواق التاكسي ايه؟ اكسكيوز مي معذره كان يو هيلب مي. هل يمكنك مساعدتي؟ قال له طبعا. طب ازاي اساعدك؟ يبقى هاو كان دايما دي بنقولها
I help you، كيف يمكنني مساعدتك؟ راح مازن قال له ايه؟ انا عايز اروح لفندق الشمس، عرفتها منين؟ من هنا فوق اهو. يبقى هيقول له I want to، I want to go، انا عايز اذهب to the sun hotel، to the sun hotel، عايز اروح الى فندق الشمس. قال له walk along، امشي على طول this road، هذا الطريق، and then turn right، وبعد كده استدر الى اليمين او لف يمين يعني. Do you want me to take you there؟ هل تريدني ان اخذك الى هناك؟ قال له yes please، is it far from here؟ طبعا هيقول له ايوه طبعا، yes please، من فضلك، yes please، ايوه من فضلك. هل هو بعيد عن هنا؟ راح قال له ايه؟ قال له نو ات از، ده مش بعيد. از ذير ا ميوزيوم نير ذا هوتيل، هل يوجد فندق متحف بالقرب من الفندق؟ طبعا انا هيقول له ايه؟ نو ات ازنت، لا هو مش بعيد. نو no. طب هو عرض عليه وصله، هو مش بعيد. نو ات ازنت. هل يوجد متحف بالقرب من الفندق؟ قال له اه يس ذير از ذا ايجيبشن ميوزيوم، ايوه ده في هناك المتحف المصري. قال له ثانكس، شكرا. وراح سأله سؤال، قال له ذا تيكت اوف ذا ميوزيوم، تذكرة المتحف، كوست، تتكلف او ثمنها 20 جنيه. يبقى سأله قال له ايه؟ كم ثمن تذكرة المتحف؟ يبقى هاو ماتش، دي معناها ايه؟ كم ثمن. وهنا في فعل مضاف له اس اهو، شايفين كوست، يبقى اجيب معايا داز، هاو ماتش داز ذا تيكت، التذكرة، ده الفاعل، والفعل هيبقى كوست يعني تكلف. كم تكلفة التذكرة؟ السؤال الثاني هنا، هاف يملك أو عند أو لديه، وعندي هنا ووك دي مشى، وروبوت إنسان آلي، مارس كوكب المريخ، وهاز برضو أخت هاف، وعندي أسترونوت اللي هو عالم الفضاء، أسترونوت اللي هو رائد فضاء أو ريادة الفضاء. Man، الإنسان، had dreamed of traveling into space، الإنسان حلم بالسفر إلى الفضاء، before achieving it، قبل ما ينجز ده في القرن العشرين، in the 20th century. طيب، أو حلم بالسفر للفضاء، الإنسان حقق حلمه بالسفر إلى الفضاء في القرن قبل القرن العشرين. مان نقط اون ذا مون، الانسان نقط على القمر، ديورينج ذا 1960s، يعني الانسان مشى على القمر اثناء الستينيات، يبقى ووك ده رقم واحد، الانسان مشى على القمر قبل الستينيات. سبيس ستيشن، المحطه الفضائيه، هاز بين بيلت، بنيت، يبقى هذا رقم اثنين. And then a space A was invented، a space astronaut يعني ريادة الفضاء اخترعت. Do you think، هل تعتقد، we will be able to، ان احنا سوف نكون قادرين على ان نمشي، on، walk on Mars، نمشي على كوكب المريخ، in the 21st century، في القرن الحادي والعشرون. طبعا دي رقم اربعة، اربعة هي مارس، المريخ. هل تعتقد ان الانسان قادر على ان هو يمشي على المريخ في بداية القرن او في القرن الحادي والعشرون؟ هنشوف الكلام ده طبعا مع الوقت. نمبر 1 في التشوز، هنا بيقول لي is a large spacecraft، هي مركبة فضائية كبيرة، where people live and work، حيث الناس بتعمل وتعيش فيها، ستلايت قمر صناعي، لينس عدسة، روكت صاروخ، وسبيس ستيشن محطة فضائية. نمبر 2، to get the adverb of the adjective successful، عشان نحصل على الظرف من الفعل، من الصفة successful، هنا we add the suffix، بنضيف النهاية طبعا للظرف عشان نحوله من صفة لظرف، نضيف له اللي هو successfully، بنجاح. نمبر 3، بيقول لي هنا when something isn't modern، لما يكون في شيء مش حديث، يبقى معناه ان هو ايه؟ معناه ان هو ancient، قديم. To get the opposite of the adjective، عشان تحصل على مضاد صفة popular، هنحط لها طبعا في الاول
كلمة ان يبقى ان بوبولار يعني غير مشهور او غير معروف. We use prefix هنضيف البداية ان. This idea can't be right. هذه الفكرة لا يمكن ان تكون صحيحة. The synonym of right مرادف كلمة صحيح هي wrong خطأ, false خطأ, correct صحيح, common مشهور. يبقى الإجابة correct صحيح. They gave me a specific job. هم أعطوني وظيفة معينة أو مهمة. كلمة job معناها وظيفة أو مهمة. The, in the project في المشروع. The antonym of specific يعني عكس كلمة specific أي non-specific. أي هي هي non-specific يعني غير محدد أو غير معين. كلمة specific محدد أو معين. السؤال الرابع she work هي تعمل here هنا for 5 years لمدة 5 سنوات. she is still here هي ما زالت موجودة هنا. يبقى ده مضارع تام مستمر. يبقى she بتاخد معاها has وبعد كده been وبعد كده ing working هي ما زالت تعمل. The government الحكومة many roads recently طبعا recently ده مفتاح برضو من مفتاح المضارع التام. يبقى has built الحكومة بنت has و built الحكومة بنت الكثير من الطرق او رصفت الكثير من الطرق. Number 3 you have ever traveled into space طبعا ده سؤال. يبقى have you هنقلب have مع you. هنبدأ بhave h capital. Have you ever هل أنت سافرت إلى الفضاء من قبل. Number 4 she has to London with her presents before. يبقى she has been have وhas تصريف تالت. هي سافرت إلى لندن مع parents مع والديها من قبل. Number 5 I هنا I arrived home before the film started. طبعا كلمة before بيجي بعدها تصريف ثاني الحدث الثاني. يبقى هيجي قبلها had وتصريف ثالث بعدها ماضي بسيط وقبلها ماضي تام. يبقى الحل هيبقى had وتصريف ثالث had arrived. يبقى ده انا وصلت البيت قبل ما الفيلم يبدأ. يبقى وصلت الاول وبعد كده الفيلم بدأ. بعد كده عندك الباراجراف A biography of أيمن رجب سيرة ذاتية عن أيمن رجب. ده محلول عندك في نهاية الكتاب المعاصر. قبل ما ننهي الفيديو ايدك على زر لايك والشير والسبسكرايب عشان القناة تنتشر وتوصل لكل اصحابك. اتمنى لكم التوفيق والتفوق. كان معكم مستر اسماعيل حلمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.